الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. طيب احنا قلنا الملائكة خلق الله جل في علاه وهم أعظم وأكرم خلق الله على الله، ولذلك قال الله تعالى قال كراما كاتبين، وقال عنهم في وصف دقيق لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون. والإيمان بالملائكة هو الركن السادس من أركان، أو الركن الثاني، المهم أنه هو ركن من أركان الإيمان. والمعنى أن الإيمان لا يصح ولا يستقيم إيمان أحد حتى يوم الملائكة، لكن لو قالوا هي خيالات ومتهيئات هذا كفر. فلابد أن تؤمن أن هناك ملائكة، والملائكة خلقهم الله من نور، ولهم أجسام قوية، ولهم قلوب وعقول، ولهم سمع، لهم قلوب وعقول. حتى إذا فزع عن قلوبهم صريحا. والعقول عندما قاسوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ونحن قياس ولا مش قياس ولا قياس، والقياس لا يكون إلا العقل. فلهم عقول وقلوب، وخلقهم الله من نور، ولهم أجنحة مثنى وثلاث ورباع إلى أن تصل إلى 600 جناح. جبريل عليه السلام جناح، صارت جناح واحد سد الأفق بجناح واحد، ولذلك يقال له صف لنا جناح واحد من أجنحة جبريل. حمل قرية كاملة صعد بها للسماء، حتى السماء أهل السماء الدنيا سمعوا نباح الكلاب وقلبها، صيحة واحدة من جبريل أهلك أمة بصيحة واحدة، صيحة واحدة. شوف عظيم خلق الملائكة. فهنا نقول الإيمان بهم إيمان بالإجمال وإيمان بالتفصيل. الإيمان بالإجمال كل الملائكة كثر، ملائكة ركوع سجود كل سماء. النبي صلى الله عليه وسلم قال أطت السماء وحق لها أن طيت ما بين إصبع وآخر إلا وملك راكع أو ساجد. وقال عن بيت المعمور يدخلوا 70,000 يطوفون لا يعودون، يعني ده من أول الخليقة لآخر الخليقة 70,000 يدخلون، وغيرهم في اليوم الثاني يدخل. ده معناه كم من الملائكة اللي في السماوات، عظيم خلق الله جل في علاه. هذا هو كلامنا على هذا الباب ليعلموا، وهذا أثر من أثار الإيمان بالملائكة كما سنبين. ونؤمن أيضا بأن الملائكة يتفاوتون في الدرجة وفي العظم، وأن الله تعالى فاوت بين درجاتهم، وسيد الملائكة هو جبريل عليه السلام، ومكاييل معه وإسرافيل، لكن جبريل هو سيد الملائكة. قال الله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل، والروح فيها الروح يعني مع في النزول. هو يبقى ذكر الملائكة وجبريل ليس من الجن، هو من ايه؟ من الملائكة. وهذه قاعدة الأصولية عند العلماء، ذكر الخاص بعد العام يدل على التأكيد والاعتناء، التأكيد والاعتناء. جبريل هو محمد أفضل من جبريل، أفضل الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم. فيكون هنا وما قدر الله حق قدره، فأمر فيه ما فيه عظيم جدا. فلذلك نقول الإيمان بالملائكة إجمالا وتفصيلا، وفي التفصيل جبريل موكل بالوحي وبأسمائهم وأعمالهم، وميكائيل تؤمن به ميكائيل وأيضا عمله موكل بالمطر، وكل ملك له أعوان، وأيضا ملك الموت ليس له اسم، الاسم العزرائيل هذا ليس صحيحا بحال من الأحوال، ما صح الحديث فيه. طيب هو ملك، ملك له أعوان أيضا، أعوان لسحب الروح من الجسد، ومالك خازن النار. وقال هو يقال من حمل العرش، وقالوا يا مالك ليقض علينا ربك، قال وخازن الجنة أيضا. قال من؟ قال محمد، قال بك أمرت لا بغيرك أن يفتح. هذا بالإجمال. نعم، ورضوان خازن الجنة، ومالك خازن حديث ضعيف. هم قالوا به الرضوان وعزرائيل، كان عزرائيل حديث موضوع ما فيهوش أي وإيش ما أعرف إنه حديث جاء عنه بهذا مشكلة. هم يسمونه حتى الملائكة لا يجوز تسميته إنه علم غيب. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. نعم نعم.
فهاروت ماروت في 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 فيما ذكر في القرآن على مسألة السحر. أيضا رقيب وعتيد ليس اسما، ليس اسما، هذا وصف للرقيب وعتيد ليس اسما من أسماء الملائكة، لكن نؤمن بالإجمال، ما جاء مجملا نؤمن به، وما جاء مفصلا نؤمن بتفصيله. ثم نقول وآثر الإيمان بالملائكة كثير، منها أولا تعظيم الله. أثر من أعظم آثار الإيمان بالملائكة تعظيم الله جل وعلا، أن تعظم الله وتقدره حق قدره. قال تعالى وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. هو يهزهن ويقول أنا الجبار، أنا الملك، أنا الجبار، أين المتكبرون، أين المتجبرون. نعم، تعظيم الله جل وعلا لما ترى عظيم خلق الله. النبي يقول رأى جبريل مرتين على هيئته، يقول مشيت فسمعت صوتا من السماء، نظرت يمينا يسارا، نظرت في السماء فوجدت الملك الذي أتاني بغار حراء على كرسيه له جناح سد به الأفق، والكرسي من بين السماء والأرض، الكرسي بين السماء والأرض، عظم الخلق ما يعلم به إلا الله جل في علاه. إذا هذه مسألة، أول أثر تعظيم الله جل في علاه. الأثر الثاني محبة الملائكة، لأن الملائكة هم أكرم خلق الله على الله، أنت أمرت أن تحب من يحبه الله، ولذلك احنا قلنا محبتنا للنبي لأنه نبي للنبوة، حب الله المسألة الذات والحب الله طبعا. فأنت أصلا محبة الملائكة لأن الله يحب الملائكة، وقال كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ده الوجه الأول في حبهم. الوجه الثاني هو إيش؟ ويستغفرون لمن في الأرض، يشفعون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول شفع الأنبياء، شفعة الملائكة، شفع الأنبياء المرسلون المؤمنون بقت شفعة الرحمن الرحمين، ويشفعون لهم في الآخرة. ومنهم المعقبات خير، والذين يحفظونه بالأمر الله، وخير صديق هو الملك. قال له صاحبه قل إن شاء الله على سليمان. فشوف، ولذلك النبي قال في القلب لمتان، لمة ملك ولمة شيطان. لمة الملك إعاد بخير وإيش وعواز بالخير، ولمة الشيطان إعاد بالشر وإعواز بالشر، نعوذ بالله، أو إعاز بالشر، نعوذ بالله. ها؟ واللمة هي المكان؟ لا، اللمة يعني الخواطر التي تأتي على القلب. نعم، فشوف هذا مكانة الملائكة. وأعظم الملائكة قدرا هو جبريل، أعظم الملائكة قدرا هو جبريل، وسيموت، ما من أحد إلا سيموت. روى الإمام أحمد عن عبد الله قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله 600 وله 600 جناح، كل جناح منها سد الأفق، يسقط من جناحه من التهويل والدر والياقوت ما الله به عليم. الله أكبر. وإسناده قوي، روى أحمد في المسند، روى أبو يعلى أيضا في المسند، وهذه فيها دلالة على فضل جبريل عليه السلام، وأن جبريل هو سيد الملائكة، وأن جبريل هو له قوة، كما قال الله تعالى في وصفه ذو مرة، ذو مرة قالوا ذو بهاء وجمال وجلال وقوة. ما شاء الله، شوف طبعا جمال جبريل كان جميلا جدا شيخ، وملك نراهم إن شاء الله في الجنة، إن شاء الله نراهم قبل الجنة كمان وهم يشفعون، نراهم في الجنة، سنرى ربنا في الجنة يا رجل. الشوق، كل الشوق أن ترى وجه ربك جل في علاه. وفي الحديث عن عبد الله بن مسعود، نعم تفضل. ممكن تأتينا بثالثة فقط، بس مسألة إيثار الإمام بالملائكة. الثالثة إيثار تعظيم الله ومحبة الله. تعظيم الله محبة الملائكة من وجهين. طيب والأمر الثالث هم خير صاحب، خير صديق لك الملك، لأنه يزعك ويعني يجرك للخير ويستغفر لك، وأيضا يكون نصيحا لك أمينا. وعن عبد الله بن مسعود قال رأى رسول الله جبريل في حلة من رفرف قد ملأ بين السماء والأرض. هذا حديث رواه الترمذي، وإن كان بعض ما يقولون فيه نظر، لكن الحديث عن جبريل عليه السلام قد ورد ما فيه من القوة والجمال. فجبريل عليه السلام هو أجمل الملائكة وهو أقوى الملائكة، والإيمان به واجب. الإيمان بجبريل إيمان تفصيلي، الإيمان بجبريل إيمان تفصيلي، أن تؤمن أولا باسمه أن اسمه جبريل، وتؤمن ثانيا بأن جبريل هو أقوى الملائكة. نعم، وتؤمن أن جبريل هو أعظم الملائكة قدرا عند الله، ثم تؤمن بأن جبريل عليه السلام هو أمين الوحي، هذا عمله. وكان
جبريل يأتي النبي الأمين على 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 صورتين يأتي أو على صور ثلاثة، يأتيه على صورة هذه بشري الصورة البشرية يعني أقواها صلصلة الجرس، يأتي فيسمع فيشتد ويرتجف. يعني قال حتى أنه يعني كان الواصف من الصحابة عمر بن الخطاب أصف ذلك، تراه تريد ترى كيف الوحي، يقال كانت فخذه تحت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، قال كادت تكسر، كادت تكسر من شدة الحمل عليه. نعم. وجبريل كان يأتيه أيضا على صورته الحقيقية، وهذا نادر لأنه ما أتاه على صورته إلا مرتين فقط، ما رأى على صورة جبريل إلا مرتين. والثالث هو الصحابي، وهو والثالث هو يأتيه على صورة صورة البشر، الصورة البشرية يأتيه على صورة دحية لأنه أصالة شبه دحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأقرب الناس بدحية الكلب هو جبريل، كما قال أما صاحبكم فإيش، فأقربهم لإبراهيم عليه السلام، نفسه النبي يقول ذلك أنه أقرب الناس شبها بإبراهيم، قال وجبريل شبه دحية دحية الكلب، وذكر شبه عيسى وشبه موسى، ها قال شبه شعب بس في مش 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 في مش في مش في الوصف الخلق، الخلق في الوصف الخلق اه صدق اللهجة والحلم. نعم وزار ها في وزار أصدق الناس اللهجة. الفوائد المستنبطة: الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، لا يصح الإيمان من غيره. عظم خلق الملائكة دال على عظم خلق الله جل في علاه. ها صح صح، والكلام بس كلام على جبريل وحده انتهى الموضوع. ترقيق القلب بأن يعلمه يا شيخ، سكون القلب بوجود الملائكة. النبي مشى، أبو بكر يشتم وأبو بكر يسكت والنبي يسكت والنبي جالس منشرح الصدر، فأبو بكر محتمل رجل يزيد يزيد، فأبو بكر رد عليه ترك المجلس ومشى النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان الملك يرد لك. شوف باش في سكون القلب، فلما تنزعت جاء الشيطان، أنا لا أجلس في مجلس في شيطان. تلاحى رجلان. نعم الحمد لله، أنت بارك عبيدك بارك والله جزاك الله خير. الفائدة رضي الله عنك. الفائدة الثانية من الثالثة، هذه الفائدة الثانية من الثالثة نصير الثانية الثانية. جبريل سيد الملائكة، احنا قلنا الأولى ايش؟ انا ما كتبت حاجة تانية. نعم نعم، لان الأولى قلت عظيم خلق الملائكة من عظمة الله، ثاني جبريل هو سيد الملائكة. العلم بالملائكة فيه إقرار الإيمان بالغيب، ففيها التوقف في الأسماء والصفات أنه غيب، والغيب ما عليك إلا أن تؤمن به تسليما، يؤمنون بالغيب ويقومون الصلاة. بهذا تكون انتهت الأسئلة الدروس الليلة. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقي. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.